ايه اللي جابك هنا يا زفت انت؟ ده بدل ما تشوفنا اشرب ايه؟ خلص يا بغدير وقت اللي عندك. اللي عندي انت عارفه. وبعدين انا سبتك تخلص من اللي انت كنت فيه. ولا سالت عليك ولا كلمتك. كفايه بقى يا حبيبنا. هو اللي كفايه يا جدع انت مضايقني؟ طبعا. طبعا يا مدحت. اللي بيخش دنيتنا دي بيفضل مديون ليوم الدين. يعني ايه الكلام ده بقى؟ يعني احنا ضيعنا وقت كتير. ومحتاجين دماغك بقى الالمازات دي عشان تخلصنا من اللي احنا فيه. لا خلاص فينيتو، مش انا تبت. واحمد ربنا ان انا جبت سيرتك انت والناس اللي معاك في الحوار بتاعي. لو عليك كنت عملتها. بس انت لعبتها صايمه وخرجت منها زي الشعره من العجين. وخالتي وخالتك وتفرقوا الخالات، انتوا من سكه وانا من سكه. ما ينفعش. هو ايه اللي ما ينفعش؟ تاني حبيبنا، ما انا قلت لك اللي بيخش دنيتنا دي ما بيخرجش منها الا هو مقابل وجه كريم. تجننت يا جدع، انت جاي تهددني ببيتي؟ لا انا برسيك، بس المره الجايه هددك. طب يلا زق بقى من هنا بدل ما اوريك مدحت بتاع زمان. هو فين مدحت بتاع زمان؟ والله وحشني. انا كده ماشي عشان عندي شويه مشاوير، وانت قلبها في دماغك. سلام يا ابو زينه، صح؟ ابو زينه، ربنا يخليها لك ويبعد عنها اولاد الحرام. سلام.